ولكن نحن لفتنا الانتباه إلى أنه ما يقام في أوكرانيا ضد روسيا استمر لسنوات طويلة وبشكل صارخ منذ عام 2000، فنحن نعرف أنه يطلب من الأوكرانيين أن يحددوا إما أن يكونوا مع الغرب أو مع روسيا. فما هذه هي؟ هذه القيم الغربية التي يفرضونها على الشعب الأوكراني، ونحن نرى أيضا كيف يحاولون قدر الإمكان التأثير على ما يسمى بالمرشحين الغربيين. وخلافا للدستور الأوكراني، أجبر الغرب المحكمة الدستورية باتخاذ قرار بإعادة جولة ثالثة للانتخابات، وحتى في أفضل السنوات كانت هناك مخالفات ولم يقم أحد بتهديدهم خلال هذه الفترة، ولكن كانوا دائما يخلقون في أوكرانيا أو يحاولون الأدوات الحث على ذلك. هذه هي النتيجة حين طلب الناتو بأن يحق لأوكرانيا الانضمام إلى حلفه، وبدأوا بتشكيل قواعد بحرية ونشر صواريخ وسفن الاتحاد الروسي. ونعرف أنه الآن مختبرات بيولوجية، ونعرف الآن أن المجتمع الدولي سيستمع إلى ذلك، ونعرف أنه كانت هناك مطالبات بأن يصبحوا دولة نووية، ولكننا طلبنا من الدول الغربية أن تناقش مسألة مبادئ الأمن في أوروبا، وقالوا أنه من الممكن التحدث عن أي شيء، لكن مسألة الانضمام إلى الناتو سنحلها بنفسنا. كيف يمكن لمسألة أمننا ومصالحنا الوطنية والقومية أن يحددها الناتو؟ لا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل، ولا يمكن التحدث إلى روسيا بهذه الطريقة، ولذلك نحن لسنا لدينا مصلحة تصرفاتنا في أوكرانيا. نحن كنا قد حددنا هذا الموضوع وتحدثنا عن عملنا في أوكرانيا. نحن لا نرغب في أن تصبح أوكرانيا دولة عضو في الناتو، ونحن أيضا لا نرغب في الحفاظ على النهج النازية الجديدة في أوكرانيا، ونعرف أن هذه الكتائب القومية التي عليها تمر باستعراض تقاليدها في الشوارع الأوكرانية. ونعرف أيضا أن هذه الكتائب تعمل على تشجيع الأعمال الإرهابية، ونحن نرغب في أن تكون أوكرانيا دولة حيادية. والرئيس قد أكد أيضا بأننا لا نرفض الضمانات الأمنية للشعب الأوكراني وللدولة الأوكرانية، ولكن يجب أيضا الحفاظ على الأمن الروسي بالإضافة إلى الأمن الأوروبي. الآن الاستماع إلى كلمات الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، نعتبر أن مثل هذا النهج سيبعث بتفاؤل في بعض الأحيان. أما فيما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية، أعرف أننا تجاوزها كما قد تجاوزنا بعض المراحل الصعبة خلال تأخيرنا والتي ظهرت في السابق، ولكن هذه المرة سنخرج من هذه الأزمة. وأؤكد لكم بأننا سنكون سلامين نفسيا، ولن تكون لدينا، ولم نتخيل يوما أن الغرب سيكون شريكا موثوقا به، وبأنه لن تكون لدينا أي تفاؤل بشأن الغرب سيساعدنا بأي لحظة. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст
кого угодно и придаст свои собственные ценности. ونعرف أن الدول الغربية قد داست على الملكيات الخاصة وكيف تم تجاهل الكثير من المبادئ وانتهاك الكثير من القوانين بشكل صارخ. لذلك أؤكد لكم أننا سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة ولكن مجددا. لن ندخل الغرب في مجالات حياتنا اليومية. которые имеют решающее значение для нашего народа. Пожалуйста, Первый канал. Первый канал. Последний ряд. استمعنا إلى التصريحات الأخيرة من هذه اللقاءات. يجب أن تكون على مستوى الرؤساء. هل تعتقدون أن مثل هذه العلاقات سوف تكون في مكانه؟ أعتقد أن الجميع يعرف أن الرئيس بوتين لا يرفض نهائيا الاتصالات، لكن نحن نريد أن تكون هذه الاتصالات أو تنظم ليس فقط للاتصالات ولتسجيل أي اتفاقات محددة. ونحن تطرقنا إلى هذا الموضوع مع السيد كوليبا حول ما تطرقتم إليه. أذكرته أنه دائما يمكن اللقاء فقط إذا كان استطعنا أن نتوصل إلى شيء إضافي أو قيمة إضافية. وإن الحكومة في أوكرانيا وبعد الانقلاب يفضلون اللقاء فقط من أجل اللقاء واتخاذ قرارات عن اتصالات أو لقاءات جديدة. وأذكر حتى أنهم كيف اتفاقات مينسك لم يقوموا بتنفيذها نهائيا وامتنعوا عن تنفيذها، وكان يطرح الرئيس زيلينسكي أنه دعونا نلتقي دعونا نلتقي. وعندما ذكرنا أنه في عام 2019 كان هناك قمة للنورماندي والجميع القرارات التي اتخذت ووجهت إلى كييف لم يتم تنفيذها، وقالوا بدأوا بدعواتهم للقاء مرة أخرى وحينها سوف نقوم بتنفيذ اتفاقات مينسك. ولماذا يجب أن كنا أن نلتقي في باريس حين لم يقوموا بتنفيذ هذه الاتفاقات؟ ولذلك هذا الأسلوب بأن يغيروا جوهر أي مشكلة عبر عوامل مختلفة وهكذا أيضا عبر صيغة النورماندي، وطلبوا أما توسيعه وضم الولايات المتحدة أو بولندا أو تركيا، وحاولوا أن يصيغوا حتى مجموعة موازية للاتصالات، وفقط هم يحاولون أن يبتكروا هذه الأمور. ودائما تشرح بشكل بسيط هذه الأمور أنهم يريدون أن يغيروا التزاماتهم بتنفيذ اتفاقات مينسك بهذه الاستعراضات. ونحن أكدنا أن الرئيس بوتين لا يرفض اللقاءات، ولكن عندما سيكون هناك حاجة سوف يتم التحضير إلى هذه اللقاءات التي ستؤدي. الآن نحن ننظر إلى مسار مينسك وهناك ثلاث جولات، ونحن نتمنى أن يكون هناك أجوبة محددة، فنحن في الانتظار. لدينا ممثل وسائل الإعلام الأوكرانية، التلفزيون الأوكراني مع الوزير. أينما كانت روسيا لنزع عسكرتي كانت هناك اعتقالات واحتجازات، مثلا التتار القرم، مثلا نريماني جلالي في الأراضي المحتلة الجنوبية قرب أزوف. أيضا تم احتجاز النساء نائبة تتارية القرمية. أيضا روسيا وصلت إلى مستوى جديد، هل هذا صحيح؟ ومن الهميه بمكان أن نعرف كيف تتعامل روسيا مع تتر القرم، لأن هذه هي الحقائق والأدلة، مثلا في ميلتوبل حيث ولدت. أنتم تقولون أن هذه حقائق، ولكن أعتقد أن هناك كلمة تبدأ بكلمة مفبرك.
والإنترنت حتى ووسائل الإعلام. أنا لا أعرف عن هذه القصة، قصة اختطاف لممثل البرلمان، ولكن أعرف تلك الأساليب التي يفتخر بها النظام في كييف. ففي الأمس اختفى أحد البرلمانيين، وأيضا تم قتل السيد كيريف الذي كان قد شارك في الوفد الأوكراني، واتهموه بالخيانة وقاموا بقتله وإعدامه من دون محاكمة، وقالوا ثم أن هذا كان فقط خلاف. فإذا نظرنا إلى مثل هذه القصص المختلفة يمكن أن نجد الكثير ما هو موجود لديهم، ولكن أنا أنطلق من أنه يجب أن يؤخذ أو يحاولون أخذ مثل هذه اللقطات حتى المبتكرة ولإثارة فقط المجتمع المدني ولبناء سياساتهم حتى هنا في تركيا. فأرى أنهم يستبدلون بهذه الطريقة المحادثات الجدية والأعمال الجدية. هذا أنا بخصوص هذه القصة أنا لم أسمع. يمكنكم تسموا أسماء كثيرة وعائلات كثيرة، لكن أقول لكم أنا سوف أسأل عن هذا الموضوع، لكن لم أسمع عنه في السابق. وأنا سمعت عن أنه فقد هناك ممثل برلماني في هذه ليس المقابلة بل المؤتمر. يجب علينا أن نتيح فرصة لزملائكم الإيطاليين. أعتقد أنهم صوروكم وسوف يعرضونكم في بلدكم، وأنتم وصلتم إلى هدفكم. هذا ما تطلبونه.